وزير العدل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية يدشنان 19 مركز لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في المملكة بهدف تعزيز حقوق الطفل وتوفير بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة. فما هي النواحي القانونية التي يجب على الوالدان أن يعرفونها طبعا لحضانة الطفل والزيارة؟ الحديث بتفاصيل أكثر معنا في الاستوديو ضيفتنا الأستاذة عبيدة الشبل، محامية ومستشارة قانونية. حياك الله. هلا، حياك. يا أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نتكلم عن هذه المبادرة، يعني ما هي مبادرة شمل وكيف تدعم أطفال العوائل اللي انفصلت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فيما يتعلق في مبادرة شمل، هي طبعا تساعد على تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في بيئة أفضل، فيما وتحافظ على حقوقية الأسر، خصوصية الأسر، تحافظ أيضا على حق الأطفال في أن عدم التعرض لأي نوع من الضغط النفسي، بحيث أن يتم النظر إلى تسليم الطفل واستلامه بشكل من خلال أخصائيين في علم الاجتماع، ناس متخصصة تدرس نفسيتهم. أحيانا يكون الأطفال غير مهيئين للزيارة، غير مهيئين للانتقال من الحاضن الأول إلى الحاضن الآخر أو اللي هم عنده بداية. فهذه المراكز الآن تغير ان اللي كان يتم بالقوه الجبريه. طبعا احنا لو نرجع قبل تقريبا ما يقارب 10 سنوات، كان الاستلام والتسليم في حال امتناع الطرف عن طريق اقسام الشرطه، فكان الامر جدا صعب صراحه ان الاب او احد الاقارب ياخذ الاطفال الى قسم الشرطه ويتم الاستلام والتسليم هناك. بعد ذلك بدات جمعيه موده الخيريه بان تقوم في هذا الدور، وهي الى الان تقوم به، ويتم تحويل حالات عن التنفيذ من محكمه التنفيذ في بعض محافظات المملكه منها الرياض طبعا، ولكن هذه المبادرة الآن هي ستشمل محافظات المملكة بالعموم طبعاً، من خلال تواجد هذه المراكز لتسهيل عملية التنفيذ. جميل. يعني أنت الآن ذكرتي لنا كيف ممكن يسهل هالقرار هذا، كيف للأطفال وللوالدين كمان. بس في أشخاص يرفضون، يعني في واحد من الوالدين يرفض أنه هو مثلا يجيب أطفاله، هنا إيش ممكن يعمل؟ نعم، هو المشكلة الأساسية صراحة في حال الانفصال، لما ينفصل الأم والأب، كثير من الحالات أن يبدأ يساوم في الأطفال، صحيح، ويصيروا هم وسيلة ضغط على الطرف الآخر، صحيح. يعني يجينا بعض الحالات الأم تحضن الأطفال وترى من وجهة نظرها أن الأب ليس له حق حتى في الزيارة، هي ترى من وجهة نظرها أسوأ شخص في العالم، صحيح. فما يحق له حتى يشوف عياله. فهو دائما لابد أن نحاول أن ننشر الوعي في هذا الموضوع أن هناك طرف حاضن والطرف الثاني حق له الرؤية طبعا. يعني هذا أمر طبيعي جدا جدا. في حال اكتسبت الأم الحضانة أو الأب، للطرف الثاني الحضانة الزيارة. طيب الحين صدر الحكم، طيب وصار في حكم في الحضانة والطرف الآخر له الرؤية، امتنع الطرف عن التنفيذ، هناك محكمة التنفيذ يبدأ استدعائه، طلب تسليم عن طريقهم أو عن طريق جمعية مودة طبعا الخيرية، والحين إن شاء الله يصير في المراكز هذه إن شاء الله. لو امتنع بعد ذلك طبعا يصدر قرار في السجن. أي طرف يمتنع عن تنفيذ الأحكام، مجرد امتناعه يصدر عليه قرار بالسجن مدة 3 أشهر للامتناع فقط، سواء كانت الأم أو الأب. طب والله هذه يعني قوانين صارمة وممتازة جدا، وشفنا يمكن في السنوات اللي راحت كثير من المطلقين يعاني انه سرق ولدي وراح، او انه ما تبغاني اشوف ولدي. الان هذه المراكز راح تحل مشاكل كثير، ولكن خلينا نتكلم في الفترة اللي يكون فيها لسه ما صدر حكم القاضي في الطلاق او القضية او في الحضانة، خلينا نقول في هذه الفترة، هل يستطيع احد الوالدين انه يشوف الطفل أو الأطفال عن طريق أو خلال هذه المراكز؟ نعم، الآن مثلا لو الأم طلعت من البيت أو طلقها أو منعها من عيالها مثلا، وهي طلعت ولا يزالوا عند الأب، طيب، فهي تطلب الحضانة وترفع دعوة تسليم من الدعاوى المستعجلة، تستلم الأطفال إلى أن يفصل في الحضانة. لو صدر الحكم لها ولصالحها فيصير الأبناء معاها. يعني مبدئيا في البداية يكونوا عند الأم أساسا، هو ممكن يكون عند الأب، فلو كانوا عند الأب وهي تبغى مثلا أعمارهم صغيرة وقد تستغرق مثلا الدعوة في المحكمة لا يقل عن 5 أشهر ولا 6 إلى صدور الحكم ومدة الاستئناف، فعدة أشهر قد يكون هناك أطفال صغار يعني لا يمكن مثلا تحملهم البعد عن والدتهم، فترفع دعوة مستعجلة بتسليم محضن، تستلم الأبناء و
ويكونوا معها الى انتهاء الصك ويصدر حكم الحضانه، وبالتالي يصير للطرف الاخر حق الزياره. جميل جميل. طيب انا عندي سؤال، لكن ممكن انه يكون شوي بيتوسع اكثر. لنفترض الحضانه عند الام الان. نعم. جميل. الام هذه مثلا قررت انها ترجع ترتبط او تتزوج مره ثانيه. نعم. الاب جالس يطالب في ابنائه، هي مثلا ترفض. انت ذكرتي في البدايه ممكن توصل لثلاث اشهر سجن. صح. في حال انه ما طبقوا اللي طلبه المحكمه. نعم. اللي طلبته المحكمه. لكن في هذه القضايا عادة هل يتطول؟ هل هي تكون لها أحكام واضحة وصريحة يستعجلون فيها تاخذ وقت؟ نبي بس تحكي لنا عن الموضوع. نعم. أو السيناريو هذا. نعم، الحقيقة يعني القضاء في السنوات الأخيرة فيما يتعلق في الحضانة هناك توجه كبير أن تكون عند الأم ما لم تسقط عنها الحضانة لأحد أسباب سقوط الحضانة، يعني فقد الأهلية مثلا أو تنازلها هي عن الحضانة، وأيضا هنا النظر إلى مصلحة المحضون. نعم. ففي حال مثلا تزوجت الأم، طيب هل هذا يسقط بس عندها؟ ما يسقط، لا ما يسقط حقها مباشرة زواجها. لأن لو يستطيع الأب في هذه الحالة أن يرفع دعوى حضانة بسبب زواج الأم، لكن في هذه الحالة لو هي قدمت عند الشيخ أن زوجها الثاني يعني اللي تزوجت نعم ما عنده مانع وجاء للمحكمة وأقر ببقاء الأبناء عندها وعمرهم صغير فلا تسحب منها الحضانة. وهذه فعلا يعني شفناها في كثير من الأحكام. ليه؟ لأن أعمار صغيرة. طيب لو أصبحت أعمار الأبناء كبيرة وأصبح مثلا على 13-15 في بنات، هنا قد ينظر القاضي الآن الأب مثلا يرفض إن بقاء بنته مثلا عند شخص آخر أو شيء، فينظر إلى المصلحة ويحكم بموجب المصلحة. جميل. طيب يعني والله اللي ضايعين فيها الأطفال. صح. نعم والله اللي ضايعين. صح. فيها الأطفال رايحين يمين ورايحين يسار، وإذا جت وتساوم عليهم ولا إذا جاءوا يساوم عليهم، يعني الضغط النفسي اللي على الأطفال. هنا كيف أنتم تدارون الأطفال؟ نعم. كيف تعرفون مصلحتهم؟ كيف أنا أعرف أنه هذا الطفل لا والله لا ذا ينفع ولا ذا ينفع؟ نعم. هنا فعليا أبغى الطفل. كيف نعم. أنتم تنظرون له بهالحالة هذه؟ نعم، زي ما قلت لك بداية في المراحل العمرية الأولى غالبا المصلحة مع الأم ما لم يثبت عكس ذلك. طيب أنا أرى أن المفروض يصير في توعية عند الآباء والأمهات، يعني أن بمعنى في حال انفصلوا لأي سبب من الأسباب، لم تستمر العلاقة بينهم لأي سبب، أن تخفيف الضغط على بعض بخصوص الأبناء ويحاولوا قدر الإمكان. لا شك أن الولد اللي انفصل صار فيه انفصال، أنا يعني ما عندي اختصاص اجتماعي صراحة ناحية اجتماعية بس يعني أنا أحكي من ناحية قانونية نشوفها نرى أن حاجة التوعية أن خلاص يعني أن دام تم الفراق بينكم أنتم، فهذا الأمر تحاولوا قدر الإمكان الحفاظ على نفسية الأبناء قدر الإمكان. ما أحد يحرم أحد من الطرف الآخر. لا أنا أقصد أستاذة عبيدة، ما أقصد من ناحية اجتماعية على نفسية الأطفال، أنا أقصد كيف تعرفون أنه الأب هذا مؤهل ولا الأم هذه مؤهلة. أنا الآن جالسة أنرمي يمين ويسار. نعم. أنا طفل بالنهاية ما يعرف كطفل يعني كطفل. طيب. كطفل أنا كيف أعرف. نعم. أنه هذا مؤهل ولا هذا مؤهل؟ نعم، هو الطفل الآن هو خارج النزاع اللي يتنازعون عليه، ما هذه اللي. نعم. يتنازعون عليه ذولي هم الأم والأب. تمام. طيب في هالحالة القاضي ينظر، يعني يأتي مثلا طلب الحضانة تطلب الأم مثلا تقول أنا أبغى حضانة عيالي، الأب مثلا ما عنده أحد في البيت لأنه جالس بالحالة تذكر غير متزوج. الأب مثلا عنده سوابق، الأب مثلا معنف. نعم معنف، كده طلعنا من البيت بسبب تعنيف، فيبدأ يعني يكون هناك في مؤشرات وما يثبت أنه فعلا غير قابل للحضانة وليس لديه هذا الشيء، فبالتالي يحكم الشيخ للأم. طبعا على العكس الآن لو أن الأم مثلا عندها أسباب مثلا لا قدر الله عندها مثلا شيء في مثلا صحي. قدره صح يعني ما عندها القدره الصحيه ان هي ترعى الاطفال لاي سبب لا قدر الله، او مثلا عندها مثلا فقد اهليه يعني ما تقدر تتخذ قرارات ان تكون فعلا هي ترعى الابناء. مزبوط. لان الان كما تعلموا ان اصبحت الام الحاضنه تستطيع تسيير امور المحضون كامل في جميع الجهات، فيكون عندها الاهليه، فهذه الامور اللي ينظر من خلالها الشيخ لتقدير ان حقيتها في الحضانه. طيب انا بدي اعرف الخدمات اللي تقدمها هذه المراكز بشكل اكثر، يعني هل هي مركز تسليم يعني واستلام للطفل، او هل انتم بتقدموا دورات توعويه للوالدين مثلا للطفل اشياء نفسيه، في عندكم هذه الاشياء ولا كيف؟ نعم، الحين انا في المبادره ما ذكروا تفاصيل صراحه، ولكن انا لو سويت عليها قياس على جمعيه موده اللي يتم فيها، هي ليست دورها فقط الاستلام والتسليم، تهيئه ايضا. يعني احيانا مثلا يكون الولد مع الام 5 سنوات وبعد ذلك ياتي الاب لاخذ هذا الولد، فيصبح الولد في حاجه للتهيئه، فيصير في جلسات يحضر الاب ويهيئه للزياره. هذا اللي نبغاه. هذا. نعم. هذا هو المهم. الطفل نعم يصير في تهيئه
لتقبل ذهابه مع الأب سواء كانت في الزيارة. لو كان عمر الأطفال جدا صغير مثلا أشهر أو سنة، أحيانا تتم زيارة داخل المركز ما يطلع برا المركز. حلو. لأن الزيارة قد تكون ساعية، قد تكون بالأسبوع، قد تكون مع مبيت، قد تكون مدة إجازة طويلة حسب أعمار الأطفال. هذا شيء مرة جميل يعني. نعم. أهم شيء مصلحة الطفل أولا ومراعاة للطفل. أكيد. ونفسيته. وممكن يعني للأسف يعني هذا شيء جميل اللي حتقدمه المراكز، لكن للأسف بعض الوالدين كيف تقنعيهم إنه هذا هو المركز وهذا صح لولدك؟ صحيح. وهذه هي الطريقة السليمة لنفسيته والعاطفته كمان، كيف تقنعوا الوالدين إنه تعالوا هنا المركز إذا في طلاق أوكي ما في مشكلة، ولكن إحنا راح نسلم الولد ونستلمه وهكذا ونراعي نفسيته في الموضوع. في الحالة طبعا الأصل إن صدر الحكم ينفذ مباشرة، يعني ممكن يتم الاتفاق على التنفيذ. لو رفض أحد الأطراف التنفيذ هو ليس له الخيار، محكمة التنفيذ ستحيل إلزامي لهذه الطريقة بدل أقسام الشرطة. أيوة. فهم ملزمين فيها، يعني ما في خيار للممتنع. يعني في حال امتنع أحد الوالدين بتحيل المحكمة إلى هذه المراكز. ولو هذه المراكز سوى التقرير إن غير متجاوب أو غير متعاون أو ما يحضر الولد على الوقت المناسب أو ما يستلم في الوقت المناسب، نعم، فيصبح هناك قرار من قاضي التنفيذ. جميل. بالإيقاف أو بأي أمر يراه. يعني فعلا أنت ذكرتي نقطة مهمة ريم، فعلا ممكن الناس ما تعترف لأن موضوع حساس، انفصال وطلاق وأم وأب وفيها أطفال، فيقول لك أنا ما أحتاج مثلا أو ما أبغى أحد أو ما حد لي شغل. يعني فعلا أنت ذكرتي نقطة وأنا حبيت يعني أن في عندنا أنه إلزامي انهم يكتبون مثلا تقرير او يكتبون شيء معين ويرفعونه للمحكمه، والمحكمه تجبر هذه العائله او هذا الشخص انه يروح ينفذ عشان حفاظا على سلامه الطفل، حفاظا على نفسيه الطفل مستقبلا. النفسيه بعد احنا ممكن كثير ناس تفكر ان الايذاء اذا جسدي بس. صحيح. لكن الايذاء النفسي اعمق من الايذاء الجسدي. لكن انا ودي يعني نبي نتكلم شوي عن المشاكل اللي يمكن تواجهكم في هذا موضوع الحضانه وموضوع الانفصال جدا حساس والزيارة، نبي نعرف إيش أكثر المشاكل اللي ممكن أنها تواجه الحاضن. نعم، هي أهم المشاكل إن عدم تجاوب الطرف الآخر وبالتالي أصبح لها مسار. طيب. الآن إحنا بصراحة يعني علشان نكون منصفين، يعني دائما أنا أحب المقارنة ما بين الوضع اللي كان والقائم الآن، فنجد إن فعلا هناك تحول، يعني هناك ما شاء الله وزارة العدل في السنوات الأخيرة بالتفاصيل. نعم، أصبح هناك تطور سريع، سرعة في إنجاز القضايا إلى حد ما. طبعا هم بعض الناس يستغرب يعني يتوقع أن المحكمة قد تنتهي في يوم ولا في أسبوع، لا طبعا، لكن أنا لما أقارنها الآن ببعض الأشهر على كيف كانت سنوات، فأشوف أن أصبح هناك جدا تحول. في اختلاف كبير. نعم، اختلاف كبير جدا. يعني زي ما قلنا مثلا لو الأطفال في عمر صغير تسليم مباشر، دعوة تسليم وهي من القضايا المستعجلة. أيضا مثلا يعني الآن الحمد لله ما في مشاكل تواجه فيما يتعلق برفع الدعاوى. أحيانا اللي قد يواجهه مثلا محاولة الطرف الآخر مدعى عليه في المماطلة، عدم حضور الجلسات مثلا، عدم التنفيذ، ولكن كلها الآن مع التبليغ الإلكتروني أصبح يتم التبليغ عن طريق أبشر، حتى لو ما حضر يصدر عليه حكم مباشرة لأنه ثبت التبليغ. فيعني سابقا كان يتم تأخر إلى ثالث جلسة أحيانا للحضور، الآن من الجلسة الأولى لو ما حضر فممكن أن القاضي يبدأ بسماع الدعوة ويبدأ في النظر فيها. فالحمد لله يعني في تطور صراحة جدا جميل، وحقيقة يعني الوزارة ما قصرت، لأن فعلا في أخذ بعين الاعتبار مصلحة المحظون من بداية صدور الأحكام إلى الآن طريقة التنفيذ الحمد لله أن تخفف الأعباء النفسية على الأطفال. هو حلو دائما لما أنت تأخذ مصلحة الطفل قبل أي شيء. طبعا. الآن القضية صارت بالمحكمة. نعم. هل يحق لي أنه أنا أزور طفلي أو هل يحق لي أنه أنا أطالب أنه أنا أزور طفلي سواء الأب أو الأم؟ نعم، يعني أنت الآن مثلا الولد عند الأب وأنت تبغي حضانة أو زيارة؟ زيارة. أنت تبغي فقط للزيارة؟ أي، خلال ما تكون القضية بالمحكمة هل يحق لي أنه أنا أزوره أو أطالب أنه أنا أزوره؟ ممكن تطلبي تسليم مباشر، طلب تسليم مباشر إلى انتهاء الدعوة. نعم. بعد ذلك ينظر. طبعا هي الأصل أن يحكم في الحضانة وبعدها إما بدعوة منفصلة تكون الزيارة أو في نفس الصك لو اتفق الأطراف يصدر القاضي أن تكون الحضانة مثلا مع الأم وللأب الزيارة تحدد. وأحيانا ترفع بدعوة منفصلة بالزيارة، لكن أهم نقطة أن لو الأبناء عند الأب تستطيع الأم استلامهم فترة التقاضي. أوه. مع الاحتفاظ بحقها بالحضانة، يعني تطلب زيارتهم عندها لانتهاء الحضانة
وبعد صدور الحكم مرة جميل. إما أن يكون غالبا الحضانة لها ما لم تسقط عنها أو تتنازل، أو مع الأب وتأخذ حق الزيارة. جميل. يعني الحمد لله التسهيلات اللي بتقدمها وزارة العدل اختلاف مرة كبير عن 10 سنوات، واليوم في كثير يمكن كانوا أمهات اتطلقوا أولادهم ما شافهم بسنوات طويلة. نعم. لكن اليوم الحمد لله أهم شيء الوعي، أهم شيء أنه السيدة صحيح. تعرف حقوقها وتعرف صح. مين تكلم وتعرف كيف تأخذ حقها، والحمد لله العدل والدولة كفلت العدل للجميع. شكرا لك أستاذة عبيدة على هذه النصائح، وشكرا لك بتعريفك عن هذه المراكز. شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، انتظرونا بكرة في حلقة جديدة. إلى اللقاء.